صباح الفل. بسبوسه. يا دي الحوسه، دول بتوع المرافق. يلا يلا احسبونا معاهم. طب اديله تمن الحاجه بعدين بعدين. يا حاج البسبوسه طلعت من الصاج، ارفع لي الكراسي والترابيزات دي كمان. يلا يلا يلا. اقف هنا لما نشوف ايه ده كمان. ولا ايه؟ انت مش شايفني ولا ايه؟ يا باشا حضرتك تتشاف في الضلمه. طب اقفل الراديو ده بقى عشان اعرف اسمعك. امر الباشا. جر عربيتك وغور من هنا، عندنا اوامر بازاله الاشغالات اللي في المنطقه. احنا مش اشغالات يا باشا، العربيه على الرصيف زي ما حضرتك شايف، والشارع ماشي زي الفل اهو. انت سمعت الكلام اللي انا قلته؟ جر عربيتك وغور من هنا. ده اكل عيش وارزاق يا باشا. انزل يا ابني ارفع لي العربيه دي. محدش يتحرك من مكاني. انا معايا رخصه ودافعين رسوم. فين ابوك يالا؟ انا عايز حد كبير اتكلم معاه. ابويا بيصلي يا باشا. حرما يا حبيبي. قول لي بقى انتوا طلعتوا الرخصه دي ازاي؟ لا حضرتك تسال اللي ماضي عليها. والله تمام. يلا يا ابني اطلع. تمام. اشتري واحد كبير احسن من 10 صغيرين. ولا مسيد يا راجل. ايوه يا طلبه. يا فرخ. عكاز عامل ايه؟ تمام. ايه بنت انا عايز بنتك فول يا راجل. يا امه زيك فل يا رئيسة. امشي ولا راجب، مش طايق اشوف صحنتك العكرة دي هنا خالص يا رئيسة. الشغل كله طلع خلاص بح. اهون عليكي برضو يا رئيسة. بقولك ايه يا ولا، حسواكة وسهواكة ما بتاكلش معايا. انا كتر الكلام بيصدعني، طولة البال ما عنديش روحي في مناخيري، وصبري على ان اشوف سحنة مانيش طايقاها روحي بتغم عليا وابقى عايزة ارجع. وهنا مشتكية يا روح امك. طب هو انا ليا امي غيرك يا ست اصيلة؟ يا ولا الحنجلة والرقصة على الحبال اللي انا اللي مخترعاه. لا يا حبيبي، شوف لك ام في حتة تانية. الشغل خلص ومش عايز اشوف وشك هنا تاني يا راجب. طب اعرف طيب انت كارفاني ليه طيب؟ اللي ما يرعيش اكل عيشه محدش يحترمه، واللي ما يحترمش ويقدر رئيسه وكبيره يبقى ما يسواش حاجة وملوش عين يطلب اي حاجة. انت جاي متأخر ليه؟ انت عارف الساعة كام دلوقتي؟ خلاص يا راجب بح، مفيش شغل ومش عايز اشوف وشك هنا خالص. طب سماح المرة دي. رصيد السماح اللي عندي خالص يا اخويا. يا ست اصيله، ده انت رصيدك عمران على طول. دي النيله عليك وانت ملح كده. يلا روح استلم الشغل اللي جوه. النبي عسل، انهي شغل يا ريسه؟ انت كمان هتتشرط وتتقرط، ما تروح تاخد اي شغل تلاقيه قدامك. يلا ولا ماشي. ينفع كده يا قطب اسرح بشغل الحريم؟ ده هو كده الحريم اليومين دول بيشتغلوا شغل الرجاله. ها هتشتغل ولا لا؟ مستعجل على الشغل قوي يا ابو رجل ونص. وبعدين شغل ايه اللي بتشتغله؟
ما انت قاعد طول اليوم على الكرسي بتتفرج على خلق الله مجاني قدامي. اطلع قدام شويه. بتعمل ايه يا فرخ؟ مالكش دعوه. طيب يلا. سلام يا رئيسة. سلام يا قد. حد يعمل كده؟ هو انت ما عندكش مخ من اصله؟ ده ظابط، عارف يعني ايه ظابط؟ يعني كل الكلام اللي يتقال له حاضر ونعم، وغير كده مفيش. يابا ده ملوش حاجة عندنا أصلا. الحكومة لها حاجة عند كل الناس، سواء كانت على حق ولا على باطل. يعني هو أنا ناقص ذل وكسرة نفس عشان أروح أترجى الظابط إنه يسامح؟ يابا إحنا معانا تصريح. أيوة معانا تصريح، لكن نستعمله بالأدب. ليه هو أنت ما تعرفش إن اللي أعطاك التصريح قادر يسحبه منك؟ ما تتكلم يا سمعتمد. والله يا عم ربيع أنا مش عارف أقول إيه. هو برضك عاطف يعني دمه حامي بحكم سنه، وكان واجب على الضابط برضه إنه يراعي إنه بيكلم شخص متعلم. لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني هو الضابط كان هيناسبه يا سمعتمد عشان يعرف إن هو متعلم ولا ناقص علم؟ هو كان بيتكلم مع واحد بيبيع بسبوسة في الشارع، وكان المفروض إنه هو يراعي إن ده يابا المفروض إيه بس؟ وأنا أتذلل الراجل زي ده ليه؟ عشان سلو بلدنا كده، واللي أنت ما عملتوش أبوك هيعمله. يا ابني احنا اكل عيشنا من الشارع، وحكم الشارع على راسنا من فوق، ولا ايه يا سمعتمد؟ والله يا عم ربيع انا شايف ان عاطف على حق. صلاة النبي شايف الحق واخد حقه في البلد. خلاص يا سيدي بقى عندك محامي يدافع عنك، ربنا يستر. تاخد لك حته بسبوسه على الماشي كده يا سمعتمد؟ لا ربنا يخليك يا عم ربيع، انا يا دوبك اروح البيت. وانت عاطف يعني خليك صبور ولين. السلام عليكم. بالسلامة يا ابني. مين معتمد ده؟ والله يا ابني ما انا عارف، بشوفه دايما في الجامع، وكل ما يشوفني يجي يسلم عليا، وعرفت ان اسمه معتمد، غير كده ما اعرفش. السلام عليكم يا عم مرسي. عليكم السلام. حرما يا اسطى معتمد. اللهم تقبل. التليفون رن وانا رديت عليه، واحده ست طلبات بتقول التكييف بتاعها عطل. واحده ست؟ ايوه واحده ست. طب ما قالتلكش التكييف بايظ في ايه؟ اول ما قلت لي انك بتصلي العشاء قالت انا هكلمه تاني. والله يا عم مرسي لو ما اتصلتش يبقى احسن. حد يكره الرزق يا اسطى معتمد؟ يا عم مرسي مش انت دلوقتي بتقول ان هي واحده ست؟ ايوه واحده ست. طيب افرض بقى دلوقتي انها قاعده في بيت ما فيهوش رجاله. فيه رجاله ولا ما فيهش رجاله؟ انت مالك؟ انت في عملك وبس يا اخي. اصل عم مرسي يعني الوقت متاخر وانا ما بحبش الشغل بتاع ساعتها. ما علينا. عملت ايه مع ربيع الحلواني؟ والله ما لحقتش افتحه في الموضوع، احنا كنا جوه الجامع. بره الجامع يا اخي؟ ما احنا يا دوبك خرجنا من الجامع سمعت ان ابنه عاطف عامل مشكله مع ضابط المرافق فرحت معاه. الست. طب لو هي يا عم مرسي رد عليها ووزعها. حاضر. الو. ايوه ست هانم. لسه معتمد لسه ما جاش الورشه لغايه دلوقتي، يزن انه هيتاخر عنده شغل. عليكم السلام ورحمه الله.